تحت شعار ثقافتنا هويتنا يجيء اختتام فعاليات معرض كانكريك للفنان الرسام محمد بشير عبد الله الذي استمر لمدة 6 أيام. وخلال المناسبة قدمت نبذة تاريخية عن الفنان الذي يجيد أكثر من 10 لغات، منها الصينية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض مواهبه وهوياته الأخرى كالكتابة والرسم التشكيلي. من جانبه المحتفى به شرح الأدوات التي استعان بها للقيام بهذه الرسومات التشكيلية التي نالت إعجاب الحضور. هناك ألوان كثيرة تستخدم في اللوحات الفنية، لكن أحيانا في ألوان كليريك دي اللي تستخدم خاصة في الأقمشة، ولكن هنا الألوان كليريك دي حيني ما متوفرة، وخاصة الكنفس اللوحات اللي هنا تستخدم فيها الرسومات هي كنفس، والكنفس برضو حين في تشار ما عندنا متوفرة بكمية، كده اضطرنا بنرسم في الألوان الخشبية، والخشبية لأن الألوان كليريك ما بيستخدم فيها، عشان كده بنستخدم الكليريك من الأقبطو وبالبحية. هذا وفي نهاية المناسبة قام الحضور بزيارة المعرض الذي يحتوي على جميع الأعمال الفنية التي أنجزها الفنان محمد بشير عبد الله.